تأتي أهمية هذا الاجتماع لتزامنه مع الذكرى 10 للثورة السورية، حيث يعمل الائتلاف إلى نقل جميع اجتماعات الهيئة العامة في الداخل السوري ليكون قريب من أهلنا في المناطق المحررة. ونحن في المقر في الداخل قدمنا تقريرنا أمام الهيئة العامة، ونعمل أيضا على زيادة التشبيك مع المكونات والفعاليات الموجودة في الداخل السوري ليكون الائتلاف قريب وقادر على حل جميع المشاكل التي تطرح عليه وتقديمها إلى الهيئة العامة والهيئة السياسية والرئاسية لمعالجة هذه الأمور. بدأنا نلمس نتائج دخول الائتلاف إلى الداخل من خلال عمل مكتب الشباب ومكتب المرأة وإقامتهم ورشات عدة للفعاليات الموجودة في المناطق المحررة، وأيضا التوسعة التي قام بها الائتلاف لإدخال عدد من المكونات وتمثيله بأعضاء ائتلاف، وأيضا يعمل على توسعة تمثيل المرأة داخل الائتلاف ليكون التواصل مع الفعاليات الثورية فيها الداخل بشكل أكبر للائتلاف الوطني، مما يحقق هدف عمل الائتلاف وتمثيله للشارع الثوري.